وسط إجراءات أمنية مشددة، جنايات القاهرة تبدأ أولى جلسات محاكمة مرسي و35 من قيادات الإخوان في قضية التخابر. جناح الجمالية تصدر اليوم حكمها على 12 طالبا من المتورطين في أحداث العنف بجامعة الأزهر. لندن وباريس يحملان دمشق مسؤولية فشل مفاوضات جنيف، والإبراهيمي يعتذر للشعب السوري. صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة من النيل. أهلا بكم، والبداية مع عمر عبد المنعم. شكرا لك إيمان، والبداية بالطبع مع تطورات الشأن المحلي. تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابية، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها من أجل الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. ويبث التلفزيون المصري حصريا وقائع الجلسة. كانت تحقيقات النيابة قد كشفت تسلل عناصر الإخوان إلى غزة لتلقي تدريبات العسكرية بمساعدة حركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية وضعت بالتنسيق مع القوات المسلحة خطة أمنية شاملة لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعددا من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي والمتهمين في قضية التخابر. هذا ويشارك في خطة التأمين نحو 35 تشكيلا من قوات الأمن المركزي و30 مجموعة قتالية ونحو 44 عربة مدرعة ومصفحة. وتتضمن خطة التأمين نقل رئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر الأكاديمية، والتي ستتم بواسطة مروحية هليكوبتر في حالة سماح الأحوال الجوية بنقله، بالإضافة إلى تأمين خطوط سير باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون ترى، حيث سيتم نقلهم بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة إلى مقر الأكاديمية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف موفد النيل الأخبار إلى وزارة الداخلية محمد علوي. محمد، تحياتي لك أولا، ما هي الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي؟ عمرو، تحياتي إليك ولمشاهدي النيل. بالفعل خطة تأمينية مشددة لوزارة الداخلية في تأمين الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المعزول وعدد من تنظيم جماعة الإخوان في قضية التخابر. اليوم يعني تم وضع 35 تشكيل للأمن المركزي وأيضا 30 مجموعة قتالية وأكثر من 2000 من المجندين والضباط والأفراد والجنود. الحقيقة بنؤكد في البداية على للمرة الأولى مجموعات قتالية بتجوب الشوارع المؤدية إلى مقر الأكاديمية، مجموعات مسلحة مكونة من ضابط من الأمن المركزي وضابط من رجال البحث الجنائي وأربعة من المجندين. هذه المجموعات يعني الدور الأصيل لهذه المجموعات هو التعامل مع أي محاولة للتعدي على مقر المحاكمة والوصول من خلال مسيرات. أيضا الحقيقة في أكمنة ثابتة ومتحركة، الأكمنة الثابتة بتتواجد في جميع الشوارع المؤدية إلى مقر المحاكمة بتفتيش جميع السيارات، لن يسمح بدخول أي أو أي شخص إلا بتصريح من رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي. نعم. الحقيقة يعني حتى هذه اللحظة عملية التفتيش وعملية التأمين مستمرة
من قبل رجال الشرطة، أيضا في تمركزات متحركة في الطريق الدائري، وأيضا أقوال أمنية وأطواق أمنية بتتواجد في جميع الأماكن التي من المحتمل القيام بمسيرات، مثل مدينة نصر أمام مسجد السلام، وأيضا في العديد من المناطق القريبة من أكاديمية الشرطة. وزارة الداخلية بتقوم بعملية التأمين بشكل مكثف، أيضا رجال البحث الجنائي بتقوم بحالات الاشتباه والتعامل مع أي محاولة للوصول من أعضاء هذه الجماعة إلى مقر الأكاديمية. نعم، طيب محمد، من خلال متابعتك ووجودك في غرفة العمليات بوزارة الداخلية، هل وردت إليك أي معلومات عن وصول الرئيس المعزول محمد مرسي، أم سيتعذر نقله بواسطة الطائرة الهليكوبتر نظرا لسوء الأحوال الجوية؟ هل لديك أي معلومات في هذا الشأن؟ يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد أي بيان رسمي من وزارة الداخلية يؤكد وصول الرئيس المعزول، لكن البيان الرسمي هو وصول جميع المتهمين ما عدا الرئيس المعزول إلى مقر المحاكمة. تعلم جيدا أنها جلسة إجرائية، من المحتمل أو غير من الملزم وصول الرئيس المعزول، لكن حتى لم تعلن وزارة الداخلية من خلال بيان رسمي وصول الرئيس المعزول إلى مقر أكاديمية الشرطة. أشكرك شكرا جزيلا الزميل محمد علوي، متابع عن الحدث من داخل غرفة العمليات بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك لهذه المتابعة. تصدر محكمة جناح الجمالية حكمها على 12 طالبا من طلاب الأزهر المتورطين في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها جامعة الأزهر. هذا وقد كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين تهما تتعلق ومن بينها التظاهر بدون إذن مسبق والتجمهر، وكذلك البلطجة وأتلاف الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة منع الامتحانات والانضمام إلى جماعة إرهابية. أصيب 3 أشخاص الليلة الماضية جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع بمدينة نصرة، وأوضح مصدر أمني أن أحد العناصر الإرهابية كان يقوم بتجميع عبوة ناسفة داخل إحدى الشقق بمنطقة الحي العاشر، إلا أنها انفجرت فيه ما أدى إلى إصابته وشخصين آخرين كانا برفقته. من ناحية أخرى، عاد الهدوء مرة أخرى إلى قرية القلج بمركز الخنكة بالقليوبية بعدما سادت حالة من الذعر بين الأهالي إثر العصور على قنبلة بدائية الصنع على رصيف المحطة على خط شبين القناطرة، وتمكن خبراء المفرقعات من إبطالها قبل قدوم القطار. أكد المستشار الدكتور حمدي فهمي الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أنه لا عودة لنظام التصويت البريدي مرة أخرى بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج والذين سيدلون بأصواتهم مباشرة أمام مقار اللجان المحددة لتصويتهم بالبلدان التي يتم إدراجهم بها. كما أكد حمدان حرص اللجنة أن تجري عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الخارج قبل اقتراع المصريين في الداخل بفترة كافية، بما يضمن عدم تكرار تصويتهم في الداخل مرة أخرى. في موسكو، اهتمت الصحف الروسية بزيارة المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسلطت الضوء على الاتفاقيات التي توصل إليها، وأبرزها التوقيع على صفقة عسكرية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار. ومن جانبه، أكد نبيل فهمي وزير الخارجية أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لقرار المشير بالترشح للانتخابات الرئاسية يعد بمثابة رسالة لتأكيد روسيا ووقوفها إلى جانب الشعب المصري. بعد مغادرة وزيري الدفاع والخارجية المصريين موسكو، تناقلت وكالات الأنباء الروسية خبر أهمية الزيارة، إذ نقلت صحيفة فيدامستي في عددها الصادر في 14 فبراير عن مصادر في الصناعة الحربية الروسية أن المحادثات المصرية الروسية التي جرت في موسكو الخميس شهدت التوقيع على عقود بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار. وأوضحت الصحيفة أن هذه الاتفاقيات من شأنها تعزيز التعاون المشترك في المجال العسكري بين مصر وروسيا.
في المرحلة الحالية لا يوجد تعاون عسكري بين مصر وروسيا، وبعد لقاء وزيري الدفاع تم إعداد وثائق لاتفاقيات تنص على إمداد مصر بالسلاح الروسي الذي ينقصها وهي بحاجة إليه فعلا، مثل المعدات العسكرية المضادة لسلاح الجو، ومن ثم تدريجيا يعود التعاون العسكري بين البلدين إلى سابق عهده، لأن أكثر الضباط المصريين تلقوا تدريباتهم في المؤسسات العسكرية الروسية وعلى الأسلحة الروسية الصنعة. أما الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الروسية نوفستي فقد نقل عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون أفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل مارجيلوف عن استعداد بلاده التعاون مع مصر واستئناف عمل لجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي، مضيفا أن روسيا ومصر بدأتا بوضع حجر الأساس لاستئناف التعاون العسكري الفني، وستورد روسيا عتادا عسكريا بقيمة إجمالية مقدارها مليار دولار لمصر. إن روسيا تعود إلى الشرق الأوسط وإلى مصر على وجه الخصوص، لأن مصر هي بوابة العالم العربي وأهم الشركاء التاريخيين لروسيا منذ بناء السد العالي، وأيضا عندما سلح الاتحاد السوفيتي الجيش المصري في منتصف القرن المنصرم. وقد توقع الخبير الروسي في مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات روسلان علييف أن تكون الصفقة الروسية المصرية ترمي قبل كل شيء إلى تعزيز قدرات سلاح الجو المصري ورفع مستوى القدرة العسكرية المصرية للدفاع عن حدود سيادتها. زيارة المشير عبد الفتاح السيسي إلى موسكو ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلفت أصداء قوية وردود أفعال لخبراء ومحللين سياسيين وعسكريين، وأمالا من فتح السياسة المصرية الجديدة لما يصب في مصلحة مصر وشعبها. مع صبري، قناة النيل. واصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحل الكبرى اليوم إضرابهم عن العمل لليوم السابع على التوالي، وذلك بالرغم من تحقيق مطالبهم الأولى بصرف الدفعة الرابعة والأخيرة من الأرباح السنوية والتي كان من المقرر صرفها في يوم 15 فبراير الجاري في حالة استئناف العمل، إلا أن العمال استمروا في الإضراب لحين تحقيق باقي مطالبهم، والمتمثلة بإقالة رئيس الشركة القابضة المهندس فؤاد عبد العليم وتطبيق الحد الأدنى للأجور وكذلك إجراء الانتخابات لمجلس إدارة الشركة وضخ استثمارات جديدة لتطوير الشركة. ومن ناحية أخرى قال المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج أن خسائر الإضراب العام تصل ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الخسائر التي تتحملها الشركة نتيجة للارتباطات مع العملاء من الداخل والخارج. تنظر محكمة جنايات الطفل ببورسعيد اليوم جلسة النطق بالحكم في قضية قتل واغتصاب الطفلة زينة بعد تأجيلها الجلسة السابقة لعدم حضور المتهمين. كانت المحكمة قد أجلت المحاكمة بعد تشكيك محامي أسرة الضحية في سن المتهم الأول، وقد توصل فريق بحث من المباحث إلى أن مرتكبي الواقعة هما حارسا العقار الذي تقيم به المجني عليها وصديقه مقيم بالعقار ذاته. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بورسعيد حسام مسعد مراسل النيل. حسام صباح الخير، هل بدأت وقائع الجلسة الخاصة بالنطق بالحكم أم لا تزال، وأيضا الأجواء المصاحبة لها؟ احنا من داخل قاعة المحكمة احنا ما زلنا في انتظار دخول القاضي المستشار، القاضي دخل هو الآن إلى قاعة المحكمة في انتظار نطق الحكم في تلك القضية وعدة قضايا أخرى حتى الآن. نعم، ماذا عن الأجواء المحيطة بانعقاد الجلسة؟ يعني إجراءات أمنية مشددة حول محكمة جنايات بورسعيد بشكل كبير، ربما المحكمة النهاردة أغلقت أبوابها فيما عدا تلك القضية فقط. نعم، ماذا عن حالة من الغضب من قبل الأهالي مثلا، أو إذا ما كانت هناك تجمعات خصوصا أنها أصبحت الآن قضية رأي عام؟ نعم، يعني في تجمعات بسيطة جدا 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 أمام المحكمة، تجمعات بسيطة لبعض من يعني الشخصيات العامة وبعض يعني كل من لديه غضب تجاه